وللحديث عن تواصل سياسة الاغتيالات في العراق ضد الناشطين والمتظاهرين وازدياد سياسة الإفلات من العقاب في البلاد، معنا من فيينا ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بك معنا سيد ضياء. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم. أهلا بك سيد ضياء. يعني بداية، الناشطون في العراق يطلقون واسم من قتلني، ما جواب هذا السؤال برأيك أستاذ ضياء؟ من يغتال المتظاهرين في العراق؟ نحن نعلم أن الوضعية بالعراق هي وضعية الميليشيات وليس الحكومة. الحكومة هي جزء من هذه الميليشيات، وهي التي سمحت ورخصت للميليشيات باغتيال أو تدمير العراق أمنياً. هذه الاغتيالات التي أتمت بموافقة الحكومة العراقية ومباركة من كثير الدول الجوار وخاصة إيران، وبالأحرى هي إيران لها الضلع الأكبر في الاغتيالات الناشطين العراقيين الموجودين في الوقت الحاضر في المظاهرات وساحات الاعتصام. هذه الاغتيالات التي أتمت من الحكومات السابقة وحتى حكومة الكاظمين نعرف الذي اغتيله في زمن المالكي، هو تقريبا أكثر من ثلث الاغتيالات تمت في زمن حكومة الكاظمين. إذن العملية هم المتحكمين أو المتسلطين على أرقاب العراقيين من رئيس الوزراء ومجموعة الحكومة، هم أيضا مشاركين بهذه العملية الإجرامية الذي ترتكبها الميليشيات وبعلم الحكومة العراقية. نحن نعلم أن الكاظمي كان أيضا مسؤولا أمنيا كبير في الحكومة العراقية، إذا هو يعلم من أقام بارتكاب الجرائم في المظاهرات في زمن السابق، وهو يعلم من قام بهذه الجرائم، ووعد العراقيين أنه سيبحث وسيقوم بالتحري الكامل لقتلة العراقيين. ولحد هذه اللحظة ونحن نسمع منه وعودا ووعودا كاذبة. إذن هذا الرجل هو كاذب، وهذا الرجل هو من أعوان إيران، ووافقت عليه الحكومة الأمريكية أن يكون بهذه المنصب لأنه أسوأ من السيئين. يعني حقيقة هذه الرجال الموجودة بالعراق، ونعرف العراقيين ونعرف الشعب العراقي ونعرف أنفسنا، نحن عندنا الإمكانية والقابلية من الشخصيات العراقية ممكن أن تدير العراق وأكثر، لكن الذين يأتون بهم هم أعوان لإيران وهم حاقدين على الشعب العراقي. كلهم الموجودين من نور المالكي وحتى الكاظمي هم حاقدين على الشعب العراقي. حقيقة الشعب العراقي هو يتحمل الجزء الأكبر من هذه المهزلة، لأنه هذه الحكومة هي متسلطة على أرقابهم، ويوعدون بالانتخابات ويوعدون بكذا، وهذه ليست بوعود. على الشعب العراقي أن يتصدى لهذه المجموعة المجرمين والقتلة والسراق. حقيقة الشعب العراقي هو مكتوف الأيدي. طيب سيد ضياء، هذه لجان التحقيق التي يتم تشكيلها والتي يعني وعد عدة مرات بتقصي الحقائق فيها، هل تحظى حقيقة بثقة العراقيين؟ العراقيين يعرفون من قتلهم، العراقيين يعرفون الموجودين في ساحات العراق، يعرفون بالضبط مساكنهم وأسماءهم، والحكومة العراقية تعلم. هذه كلها خدع تعملها الحكومة، ويقول احنا لحد الآن التحقيق غير كامل، ولحد الآن ما وجدنا الأدلة الكافية. هي أدلة كافية، مصورين تصوير بالكاميرات. حقيقة القتلة والعراقيين هم مصورين تصويرا كاملا، لا يحتاج إلى أدلة أو اعترافات من هذا الشخص. الشخص المجرم لا رايح يعترف. إذا العملية الموجودة هم من قتلوا يعترفون بقتلوا المتظاهرين، من ضمنهم نور المالكي، ادعاء في التلفزيون والحملة الانتخابية الذي قام بها، ويقول أنا أقتل العراق، أقتل البعثيين والعراقيين قصدا وأرميهم بالزبل. إذا من كان يقتل العراقيين في ذاك الزمن، في زمن المالكي، هو المالكي ومجموعة المالكي، ليس إلا
المالكي هو جزء من هذه العملية، عملية قتل العراقيين. نعم، من أقام بقتل العراقيين ورماهم في شوارع بغداد وفي المحافظات، من القام بهم؟ وهو يعترف ويقول أنا أقتل البعثيين وقتل العراقيين وأرميهم بالشوارع وأرميهم بالكمامة. هل هذا معقول؟ تصريح رئيس وزراء ولا واحد يعاتبه، ولا أكو قضاء يجره إلى المحاكم يقول له من هذا؟ ماذا تقول؟ هذا لو يحدث في بلد أوروبي يعني كانت قامت الدنيا وقعدت أنه بهذا المستوى، مستوى رئيس وزراء بالعراق يتكلم سابق يتكلم بهذا الموضوع وبهذا المنطق. إذن هم مجرمين وقتل باعتراف ويعترفون هذا ويتباهون به. نعم، إذن ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.